أخبار اليوم. وما يبقى يأخذ المنتج، إذا كان يبقى شيء ما يبقاش شيء، طول ما هو شغال في فلوس ماشية في حركة الإنتاج. إنما أنا بستغرب من يوم طلعت حرب، وهعيدها مليون مرة، هذا الرجل الاقتصادي اللي بنى هذا الصرح العظيم جدا، شركة مصر للتمثيل والسينما، استوديو مصر اللي كلنا بنروح ونشوف هذا المبنى اللي بني سنة 34 ورب كوادر كبيرة جدا ظلت على ظهر السينما يعني عشرات السنين، صلاح أبو سيف ونيازي مصطفى وأحمد بدر خان، كل العظماء دول وغيرهم كثيرين جدا قدموا للسينما الكثير جدا، وكان وراهم المؤسسة الاقتصادية العظيمة بنك مصر، وكان مدروس الحاجات دي كلها يا محسن، وانت ادرى بالحكاية دي واتكلمنا فيها مليون مرة في الغرفة. لماذا لا يدخل بنك مصر النهاردة في الانتاج؟ لماذا؟ لماذا لا يخصص اكستنشن مخصوص للسينما في بنك مصر وموظفين مخصوصين في بنك مصر وكوادر اقتصادية معروفة في بنك مصر؟ ليه؟ هذا البنك مش قليل. لا، سنة 80 بنك القاهرة مول السينما البنك المصري الوطني، البنك المصري الوطني الذي له سابقة في الإنتاج، لماذا لا يدخل بنك مصر الإنتاج؟ ليه؟ إيه المانع؟ خوف. إيه المانع؟ خوف من الخسارة. لا بيكسر اللونج رام ده له فايدة عند البنك. أنا مش أنا أقول كده، اللونج رام دي لها فايدة عند البنك، يجب أن يحقق هذه الفلوس، وإلا يبقى البنك ده هيخش فيه، وأنا لا أجرؤ إن أنا أخش البنك عشان أقدم للبنك عمل تافه، البنك مش هيعبرني. استاذ عزت كان في بنك القاهره عمل هادي استقطع 15